يعلن الديوان الملكي انه تلبيه لدعوه من حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يقوم قداسه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بزياره رسميه تاريخيه لمملكه البحرين في الثالث من نوفمبر القادم تستغرق اربعه ايام، ويشارك قداسه البابا في فعاليات ملتقى البحرين حوار الشرق والغرب من اجل التعايش الانساني، والذي يعقد برعايه جلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وينتهز الديوان الملكي هذه الفرصه ليرحب بقداسه البابا في مملكه البحرين مقدرا جهوده في تعزيز ثقافه الحوار والتعايش ودعم الاخوه الانسانيه